المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث اشتمل على قاعدة مهمة جدا وضابط مهم جدا لا بد أن ننتبه له، أن الصديق إما أن يجر صديقه إلى خير وإما أن يجره إلى شر، أنه يتأثر بصديقه. لذلك كانت الصداقة لها خطرها، لأن أقرب الناس إلى الإنسان صديقه. مش هقول الأيام دي ممكن أبوه أو أخوه أو حد من البيت، لا. صحيح. الصديق الآن بيستحوذ على ممكن أقول معظم وقت الإنسان. صحيح. ممكن يؤثر صديقه على مجالسة أبيه، يؤثر صديقه على مجالسة أخيه في البيت، بيقعد مع صديقه أكتر ما بيقعد مع أخوه، بيقعد مع صديقه أكتر ما بيقعد مع أبوه. صحيح. لذلك كانت الصداقة أمرها خطير. إن لم ينتبه الإنسان وقع في الهلكة إن صادق صاحب سوء. صحيح. لذلك الآية الكريمة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كلنا عارفين قصة عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل الذي مات على الكفر. عقبة بن أبي معيط كان بدأ الخير يتحرك جواه، بدأ الخير يتحرك جواه، عايز يؤمن برسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جهز الأكل ودعا قريشا ودعا مع هؤلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط الأكل والسلام. دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال له يا عقبة ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله. العرب كان فيهم طبع الكرم. صحيح. الرجل قال يعني هيدخل بيتي ومش هياكل، لا. فآمن ونطق بالشهادتين فأكل طعام رسول الله، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. طيب خلاص، عقبة دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، خرج قابل صديقه. كان صديقه يعني رجل كان اسمه أبي بن خلف. يوم أبي أول ما قابله قال له، أول ما قابله قال له صبأت يعني خرجت عن دين أبائك واتبعت هذا الرجل. قال له يا أبي دخل علي رجل عظيم فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له بالرسالة فشهدته. فقال وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمدا حتى تبزق في وجهه وتطأ على عنقه. شوف الشر اللي جره جره إلى أعظم جريمة، إن شوف وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسعد به العدو قبل الصديق. صحيح. يسعد بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال له وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمدا حتى تبزق في وجهه. يوم ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت. كل هذه الأشياء الواردة في الكتاب والسنة تخلينا نفكر ألف مرة قبل ما نصاحب حد، قبل ما نصاحب ومن أصاحب، وصاحب دي ممكن يأثر فيه إزاي ويجرني إلى إيه. لابد أن ننتبه إلى هذا. لذلك الآباء لهم دور كبير في معرفة أصدقاء أبنائهم. نشوفه ده ممكن يعلم، كان زمان نهار ما بيعلم صاحبه أو يعلمه إيه، كان بيعلمه السيجارة. صحيح. نهار ما بنقول ده فسد، نهار ما نقول الولد فسد كان بيشرب سيجارة، لا ده دلوقتي، لا دلوقتي الفساد كتير قوي، وما أشياء وأسبابه ومبرراته بقت أكتر كمان. طيب لو أنا ليا صديق هو كان كويس وبعد كده سلوكه اتغير، إزاي أقدر أتعامل معاه؟ هل أبعد عنه ولا أوجهه، ولا مثلا أوجهه الأول ولو ما كانش فيه أي نتيجة من التوجيه أبتدي أن أنا أبعد عنه؟ هو حضرتك بترجع إلى شخصية هذا الصديق اللي هو شخصيتي أنا. أنا أقدر أجره للخير ولا أنا أضعف من أن أفعل هذا؟ ممكن هو اللي يجرني معاه، فبتفرق. لو كنت أنا بشخصياتي القوية أستطيع أن أؤثر عليه، خلاص هأثر عليه، خلاص هجره إلى الخير. أما لو كنت شايف نفسي أنا ضعيف وهو الله يأثر عليا، لا أخد جنبه بسرعة بقى، لأنه هو ممكن هيجرني.
فبترجع للإنسان، إن استطعت أن تأخذ بيده أنت إلى الخير بقوة شخصيتك فلا تدعه يجرك إلى الشر بضعف شخصيتك. صحيح.